اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الموقف الافريقي والتاجيل، وبالمناسبه بكره في الاهرام، في اهرام الجمعه، احمد رئيس الاتحاد الافريقي له حوار اجراه معاه الزميل عمرو محب. اتكلم في حاجات كتيره جدا، لكن يمكن ابرز ما فيه توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمؤسسه الاتحاد الافريقي، وانه قال احمد لا يوجد اي كلام او اي تفكير في نقل المقر من القاهره، واشار الى اعلان ترشحه لدوره جديده للاتحاد الافريقي، وقال ان في 46 اتحاد طلبوا مني الترشح ومن ثم ترشح، في الاشاره الى انتخابات قادمه قويه جدا يا باشمهندس. هناك اسرار يبدو انها الايام القادمه هتعلن عنها، عن طبيعه اللي هم هيترشحوا للاتحاد الافريقي وحتى الاتحاد المصري وملفاته، هتبقى مفاجآت يبدو هذا الامر. صحيح. طيب، ختاما للجدل اللي اثير حوالين موضوع رمضان صبحي والاهلي اثر ولا ما اثرش، المهندس عادل اهتم ان يوضح لحضراتكم ان الاهلي لا اثر ولا افترى ولا اساء ولا خصم لحد من غير حد، وكانت المساله واضحه تماما. لكن كمان الزميل محمد شبانه وهو ليس اهلاويا اهتم انه يوضح موقف الاهلي بكل الامانه في هذا الموضوع. كان في تصريحات مهمه جدا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، طبعا هي محاوله تجميل الصوره بعد قرار الكابتن حسام البدري بضم رمضان صبحي للمنتخب الاول قبل المباراتين بتوع توجو. فرمضان واضح انه صدرت له الاوامر من الكابتن حسام البدري، اطلع يا رمضان حسن صورتك قدام الجمهور. فبالتالي رمضان صبحي طلع امبارح واختار انه يطلع في برنامج مش رياضي مع عمرو اديب صديقنا وزميلنا العزيز، فطلع في برنامج ليس رياضي. اني افهم حاجه من رمضان؟ ما فهمتش اي حاجه. يعني فين المعضله اللي الاهلي عملها اللي تستدعي من رمضان غير الفلوس، غير اغراء المال؟ يعني ما حدش امبارح في الحلقه تطرق لاغراء المال، فاستنيت بما انه محدش تطرق لاغراء المال، يعني كان ممكن عمرو اديب يبدا الحلقه وينهيها بعد خمس دقائق. انت خدت كم من بيراميدز يا رمضان؟ 30 مليون في السنه، والاهلي كان عرض عليك كم يا رمضان؟ 13 مليون في السنه. طب رمضان شكرا. خلاص يعني احنا فهمنا، لكن ما تطرقوش للفلوس، اوكي قاعد مستني بقى الحته، عارفين الفيلم اللي فيه الحته يعني اللي الجمهور بيخشها عشان يخش الفيلم عشانها؟ انا مستني الحته اللي رمضان هيقولها يطلع يبرر بيها رحيله من النادي الاهلي بما انه مش فلوس. مش لاقي. كله كلام عادي. اصل الكابتن سيد عبد الحفيظ كان هيخصم لي او خصم لي او عايز يخصم لي لما اتخانقت مع بادجي، طب ما طبيعي يخصم لك يعني. اصله لو الاهلي عايز يخلص كان خلص من بدري. مش فاهم. يعني فين برضه يا ابني الحته؟ يعني قول مثلا مأخرين عليا كان ليه 20 مليون جنيه كلهم عليا. اصله مثلا واحد اداني قلمين في النادي ومحدش جاب لي حقي. اصل مثلا المدرب ما بيلعبنيش. على اداره النادي الاهلي، وانا بقول بوجه الكلام للكابتن محمود الخطيب والمجلس اداره الاهلي، عليها ان ترسل للكابتن رمضان صبحي بوكيه ورد وجواب شكر، لانه هو امبارح بحديثه يعني بيعلن ويؤكد براءة مجلس إدارة النادي الأهلي من رحيله لبيراميدز. بس في بدون تعليق كتير، أنا مع الكابتن شبانة في كلمة ونص. هو مش عيب إنك لما يجي لك عرض قوي ما تقدرش تقاومه إنك تقول أنا قبلت عشان هذا العرض. شطب قول انتهى. ولا كان حد يعني توقف كثيرا أمام ما حدث، ولكن أنا أوان إغلاق هذا الملف. إغلاقه على النماذج الطيبة.